تمن غالي دفعته أمريكا والغرب كله بسبب اللي عملوه في إخواتنا العرب، خسائر بالمليارات، بس مش بسبب دعمهم العسكري للدولة الدخيلة، لا ده في سبب تاني وورطة تانية تسببت فيها أمريكا لشعبها وشعب أوروبا كله واللي اقتصادها حالياً بيعاني. فتعالوا نقول لكم على التفاصيل في الفيديو ده من خمسة بالعربي. أكيد أمريكا ما كانتش تتوقع الأمور توصل لكده، لأن خلاص الأحداث خرجت تماماً عن سيطرتها وما بقتش بتتحكم في سير الأحداث زي ما كانت مخططة في البداية. الاقتصاد الأمريكي والأوروبي بدأ ينهار بسبب تحركات أمريكا في البحر الأحمر وخسائر بالمليارات في شهور قليلة، وده مش كلامنا، ده كلام قائد في البحرية الأمريكية موجود في عمليات البحر الأحمر وهو الكابتن ديف وورو. القوات الموجودة في اليمن أعلنت خطوة جديدة وخطيرة جداً هتقدر بيها تخنق أمريكا وأوروبا أكتر وأكتر، وهي منع السفن اللي هتروح للدولة الدخيلة من المرور في المحيط الهندي لطريق رأس الرجاء الصالح، ويعني قفلوها عليهم بحر ومحيط. وطبعاً قرار زي ده هيغير من الأحداث اللي جاية وهيكون ليه تأثير خطير مش بس على أمن المنطقة، لا ده كمان على الاقتصاد في العالم كله. ومش بعيد بعد كام شهر نلاقي نفسنا على أعتاب مواجهات على خصوصاً بعد فشل أمريكا في السيطرة على البحر الأحمر وظهور قدرات القوات اليمنية بحسب اللي قاله ديف. وورو قال في تصريحات صحفية إن التهديدات اللي واجهتها القوات الأمريكية في البحر الأحمر خلال الأربع شهور اللي فاتوا كانت غير متوقعة، وإنهم اتفاجئوا بقدرات القوات الموجودة في اليمن. المعدات العسكرية للقوات دي اتنوعت ما بين المقذوفات المضادة للسفن ومقذوفات كروز والطائرات من دون طيار، وكمان السفن السطحية غير المأهولة، ده بالإضافة لمعدة عسكرية جديدة وخطيرة وهي السفن غير المأهولة تحت المية وكلها محملة بالمقذوفات. القائد الأمريكي كمان كشف إن اليمنيين شكلوا التحدي الأكبر للبحرية الأمريكية في التاريخ الحديث، ووصفوا بأنه التهديد الأكبر من فترة المواجهة العالمية الثانية. وعلى مستوى الاقتصاد بقى، زي ما كلنا عارفين الأحداث في البحر الأحمر أثرت على حركة التجارة العالمية لأنها أدت من الأسابيع الأولى لتعطيل حركة الشحن في قناة السويس واللي هي أسرع طريق بحري بيربط ما بين آسيا وأوروبا، وكان بيمر منه حوالي 15% من حجم التجارة البحرية العالمية. وفي الوقت الحالي اقتصاد أوروبا واقف على حافة الركود وبيحاولوا السيطرة على نسب التضخم العالية، وطبعاً الأحداث دي بوظت خطط البنوك. والمحلل الأمريكي والمحامي الدولي المتقاعد رامون ماركس كشف ضعف البحرية الأمريكية قدام القوات الموجودة في اليمن رغم رخص وقلة معداتها العسكرية، وقال إنها نجحت في تحقيق أهدافها حتى بعد تدخل أمريكا والتحالف الغربي في خنق الملاحة في البحر الأحمر بالإضافة لفشلها في حماية سفنها. ومع آخر بيان طلع من قائد القوات الموجودة في اليمن وتهديدات الأمريكا والغرب، الأمر بقى أصعب لأن بشكل فوري تم رفع أسعار التأمين على الشاحنات واللي ارتفعت أصلاً مع بداية الأزمة، وطبعاً ده هيسبب موجة جديدة من ارتفاع الأسعار عالمياً.